اجي معايا اختي، اجي معايا نوريك واحد الفكره لهاد البنان اللي كيطيب وكيولي يرجع بحال هذا الشكل، يعني ما كيبقى صالح باش تقدري انك تاكليه. اللهم كندير ليه واحد الطريقه باش نرجعو مركز ديال البنان اللي غادي نحتفظ به سيدنا رمضان الاحباب. اييه حتى حاجه ما تضيع معانا. تبعي معايا اختي الطريقه كيفاش باش تشوفي معايا اشنو غادي نحصلو من بعد ما نصيبوه، من بعد ما كيرجع مركز كيرجع على هذا الشكل. المهم كنديرو انا في هذوك المولات اللي على هذا الشكل باش نقدر انني نتحكم شحال من وحيده بغيت ندير في العصير ديالي ان شاء الله. اولا بغيتي ديري هكا في البواطه، في البواطه على هذا الشكل حتى هي راه مزيانه، كتجي كتهزي غير بالمعلقه القياس اللي بغيتي، راه حتى هي مزيانه. وتبعي معايا اختي شنو غادي ندير ليه. هنا البنات من بعد ما غسلت البنان وقطعته هكا دوائر على هذا الشكل غنخليه في هذه البواطه وغادي نخوي عليه السنيده. السنيده تقريبا انا هذا القياس غادي نخوي عليه. المهم غادي نخوي تقريبا واحد جوج كيسان ديال السنيده. من بعد غادي نخوي واحد الكاس صغير هكا ديال الحامض، غادي نخويه على هاد البنان وغادي نخليه اختي يبات في الثلاجه حتى يذوب هاد السنيده مع هاد البنان. من بعد عاد ان شاء الله غادي نطحنو، اولا لما ما بغيتيش تخليه يبات فيمكن لك تخليه واحد 3 سوايع حتى 4 سوايع ومن بعد طحنيه. وهنا البنات من بعد ما خليته بات في الثلاجه، يعني هذاك السنيده تلقات الماء ديالها مع داك الحامض، صافي دابا غادي نطحنو غير اما في المولينيكس ولا في الهاشوار. المهم انا غندير مولينيكس. صافي دابا غادي نطحنو ونرجع معاكم. دابا البنات من بعد ما طحنتو ها هو كيرجع على هذا الشكل. صافي دابا غناخد اما هادو هاد ديال هذا اولا ناخد هادو اولا غير البواطه اللي كانت فيها اللي رقدتو فيها نخوي فيها وديك الساعه نهز غير بالمعلقه. انا كيعجبوني هادو حيت كنتحكم شحال بغيت نهز من وحده. صافي دابا البنات هانتوما كتشوفوا غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى يقصح وصافي غادي نجمعو في البواطات ومنين بغي راه غنجبد الكميه اللي بغيت. كنتمنى تعجبكم الفكره وتطبقوها حتى نتوما الا كان عندكم البنان كتير او لا طاب لكم البنان وصل المرحله اللي ما بقيتوش بغيتوه يبقى غادي غيخسر، طبقوا هاد الطريقه وخلو عندكم في المجمد وقت اللي بغيتو ديروا العصير فكتجبدوا الكميه اللي بغيتو ديروا بها العصير. نصيحه البنات ما ديروش سنيده في العصير لان هاد المركز راه هو اصلا حلو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تجمد ليا هاد البنان في المجمد صافي غادي نجبدو على هاد الشكل وغادي نديرو في البواطه. الدور ديال هاد السنيده البنات اللي درنا في هاد البنان هي باش تخليه لينا رطب، لان يعني لما درناش السنيده كتير فكيقصاح وكيدخل فيه الثلج وكيولي صعيب انك تحكمي شحال بغيتي تهزي، فهاديك السنيده هي اللي كتخليه رطب على هذا الشكل. نتوما الا ما بغيتوش سنيده كثيره وبغيتو ديروا غير واحد القياس قليل ماشي مشكل، غير فرقوا يعني يكون هكا مفرق باش تقدروا انكم تهزوا شحال ما بغيتوا، لان هاد الطريقه كتخليك واخا ديريه في البواطه كتقدري تهزي غير بالمعلقه ساهل. الا ما كانت سنيده كثيره فكيجي شويه قاصح وكيجيك صعيب باش تهزي بالمعلقه. وهذا هو الشكل الثاني ديال هاد الليمون ديال السيليكون، حتى هما كيجيو زوينين. كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هاد الفيديو باش تعم الفائده للجميع. شكرا ورمضان كريم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.